بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، أحد النباتات التي تنمو في فصل الشتاء مثل ما تلاحظون شكله، إذا هو واضح تحت الكاميرا. طبعا هذا أحد النباتات التي تنمو في فصل الشتاء وتكثر في فصل الشتاء، طبعا تتحمل درجة حرارة يعني بسيطة جدا، مثل يعني 20 درجة حرارة 25، إذا زادت يعني ممكن يسبب له أمراض كثيرة ويسبب الوفاة غالبا في هذا النوع من النباتات. وأيضا يتحمل درجات يعني مرتفعة بنسبة كبيرة جدا من البرودة، قد تصل يعني مثلا درجة برودة 5 تحت الصفر أو 3 تحت الصفر. طبعا تم دراسة هذه الفصيلة تحت المجهر التشريحي مثل ما تلاحظون، وبعد ما تم دراسة العينة تحت المجهر التشريحي يعني درسنا الميكروبات المتواجدة في العينة مثل ما تلاحظون، لقيت مخلوقات كثيرة جدا، مثل طفيليات كثيرة يعني، مثل البكتيريا، الفطريات، الطفيليات الأخرى مثل الديدان المجهرية، أيضا ممكن تلقى أحادي الخلية والميكروبات الثانية التي تعيش معاها، ممكن تلقى أيضا فصائل من الفطريات بنسبة كبيرة جدا، بالذات الفطريات السائدة المتواجدة في أغلب العينات مثل الخضار والفواكه، ممكن تلقى أيضا بكتيريا حلزونية وعنقودية وبكتيريا أيضا أسطوانية، وبكتيريات يعني كثيرة جدا على حسب الموقع اللي راح تحلله وعلى حسب تواجدها وانتشارها والموقع الجغرافي والحرارة، ويعني كل شيء يعني مؤثر على البكتيريا بالتحديد. يعني ممكن تلقى فصائل من الديدان أيضا، وتلقى يعني مخلوقات كثيرة جدا. ومن المهم أيضا أن نحتسب، أيضا ممكن تلقى فيروسات، لكن الفيروسات ما تقدر تشوفها تحت المجهر إلا تحت مجهر إلكتروني. ممكن يعني تحط في عين الاعتبار أنه يعني ممكن تلقى مخلوقات خطيرة جدا، وأهم شيء يعني تأخذ حذرك أنك يعني تكون في مأمن ضد هذه الميكروبات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.